مرحبا، رمضان كريم. اليوم بدنا نعملكم أكل مغذي ومفيد، ويعني هيدا الأكل مش يعني مش دسم مثل ما أنتوا بتحبوا تاكلوا، بس في كتير ناس عندهم إشياء بمعدتهم، عندهم مشاكل، عندهم كذا، كمان بيلزمهم أنهم يتعرفوا على أكلات صحية. خليكن معنا تنتأهل بفانيسا. فانيسا أهلا وسهلا. مرسي، أهلا. كيفك حبيبي؟ أنا منيحة. منيحة؟ شو اليوم بدك تعملين أكل طيب وبالوقت زيته مغذي؟ طبيعي، أنا أخصائية تغذية، لازم يكون مغذي وصحي، يعني ما يكون كتير في دهن، خاصة بأيام رمضان. يعني بتعرف الناس بيفكروا أنه لأنه ما عم يأكلوا كل النهار فيهم يأكلوا شو ما بدهم، فمصلح لهم هالفكرة هيدا. كتير منيح. فإذا بشو بدنا نبلش هلأ؟ اليوم رح نعمل سوب غاسباتشو. نعم. هي سوب بيردي، وبدنا نعمل معكرونة بالفرن مع الشريمبس، ورح نعمل ديسير أشتالية. رح نبلش بالمعكرونة. كتير منيح. نسلق المعكرونة. قبل ما نبلش في أنا عندي حزورة بدنا نحزرهم إياها للمشاهدين. حزورة لطيفة لليوم. ليش البلح مهم برمضان؟ بمد الجسم بالطاقة. R2 طعمه حلوة. اختاروا R1 أو R2 وابعتوا الجواب SMS على 1474 وناطرتكم جايزة من كينوود. فإذا هلأ نيشو بدنا نعمل؟ بدنا نحط بس المعكرونة. المعكرونة تنشوف هون غليت المي، دورنا صارت منيحة المي، ما هي لازم بلشت تغلي. زدني لها نقطة ملح صغيرة بالأول. نعم. وبدنا نسقط المعكرونة هيك، نخلص من المعكرونة. هيدي معكرونة بيقولوا لها للنوي، ما هي صح؟ انت عم تعمل نوي هلأ. مزبوط، نوي. لا بالدجاج ولا باللحمة ولا بشيء أبدا، ولا بالجمبا. لا بلا مرقات، بس رح تحط فيها شريمبس، رح نحط فيها رايدس. رايدس، نعم. لكن حتى هنا المعكرونة، هينا المعكرونة نحطها على جنب. هلا من شو بنبلش؟ هلا رح نبلش بالعكس شوي اليوم، بالعكس. رح نبلش بالديسير، لأنه الديسير تبعنا هو أشتالية مع الفواكه، بده شوية برات. بده برات، نعم. فمنبلش فيه لنقدر نعمل. اوكي، رح ندور الغاز، نولي على النار على الغاز. يلا. ونحط حليب. هلا هون معايرين تقريبا، هنحط كبيتين حليب. نعم. حليب قليل، مش بس قليل دسم، بلا دسم. هلا رح يشوفوا المشاهدين انه لو الحليب بلا دسم فيها تجمد وفيها تطلع كثير طيبه. انتبهوا، اكلتنا اليوم مش دسمين ابدا، بس صحيه وبغذوا وكتير طيبين. مزبوط مزبوط، هيك قلتي لي انت. ان شاء الله هلا انت بتذوقي وانت انتوا بتقلي. هلا بنشوف. لكن بنزيد على الحليب سكر، هيدا السكر فركتوز، يعني منه سكر ابيض. سكر الفركتوز هو سكر الفواكه. لوك من الفواكه بيستخلصوا السكر وبيعملوا سكر طبيعي. اوكي، رح نزيد منه على الملعقتين حليب. ملعقتين سكر. صحيح. اوكي، نخلطهم كمان. هيدا السكر من الفواكه، يعني هيدا مش سكر عادي. لا رح تنتبهي، انا فوت الحليب على طبختنا اليوم وعلى الدسير. نعم. لانه كرمال رمضان، برمضان لازم ننتبه انه على الكالسيوم والبروتيين والسوائل، فمشان هيك الحليب كثير مهم يتدخل بالوجبه. الوجبه اللي بدهم ياكلوها بياخذوها عشيه. نعم. فيك تخلطي شوي، تخلطي عني شوي. يلا. كرمال تنزل المسكه بدنا ننطر شوي لا تكمش بعدها. رح نزيد كورن فلاور. نعم. ندوبهم. نحط 3 ملاعق كورن فلاور. ملعقتين ونص. نعم، لانه ما كترنا الحليب. هو حسب الكميه. صحيح. لأنه من الواحد بده يعمل اكثر بده يحط اكثر. صحيح. نعم. كرمال لا تجمد. اكيد. نعم. نحن هلا عم نعمل كميه صغيره. صحيح. لا، في عنا المسكة كمان اللي دقيناها مع السكر، دقينا المسكة مع سكر الفركتوز. نعم. كمان نتركها على جنب، نحطه شوي لتسخن. مزبوط، نضلنا نخلطها كرمال ما تعلق. تحب تحطيها هون اهون لك حبيبي؟ اقرب. ايه، ليش لا؟ يلا اهون لك هون. ايه، بس بدنا ننتبه. اوكي،
اوكي بهالوقت بما انه عم نعمل ديسير رح اسكب بكعب بكعب القشطاليه، هي القشطاليه رح تكون دونك فيها فواكه بكعبها. نعم. وبدنا نزيد عليها. عندك ملاعق هون. ايه رح بس اسكب. اوكي. نحطها بالمقلوب، فينا نحط يا كومبوت يا دريق يعني معلب بالكونسير. نعم. رح نحطها بالمقلوب، او رح اعمل دوز اكزامبل مثلاً فينا وحدة نحط وحده بالسالاد فروي ووحده بالدراق. صحيح، وفينا نحط الفواكه اللي بدنا اياها بالكعب. اوكي. هلا تنيجي بالصيف في فواكه كثير الصيفيه طبيعيه. صح. نعم، وكلها بتقدروا تحطوها طبيعيه يعني مش كومبوت. صح. هلا هي بس بيلبق لها هيدي هون مشان هيك بنستعمله. نعم. اخر مره عملنا سلطه الفري بتعرفي بس صيفيه هلا ني حلو ينحط كرز، فريز، انجاز، مزبوط، ملون، في كثير فواكه، شمام. صحيح. نعم. رحتي عنيك شو هذا المعكرونه بدها وقت. هلا بخصوص المعكرونه، هلا رح ينتبهوا المشاهدين انه في معكرونه سمراء هونيك على الطاوله. ايه؟ يعني كامله سمراء. دلنيون عليها. بيبقى فيها ايه وفهمين عليها هي شو هي. جايبتهم هلا مسطره. ايه هلا ما رح نستعملهم. هول ما رح نستعملهم، بس هودي معكرونه سمراء، دونك المعكرونه فيها البيضه ما فيها الياف. السمراء فيها الياف، بدنا ننتبه دونك. بأكلنا على البروتيين كرمال العضل برمضان، بروتيين يلي هو موجود باللحومات بالشريمس، الموجود كمان بالبندورة، الخضرة أكثر خضرة فيها بروتيين هي البندورة. نعم. دونك هي مهمة للعضل كثير. من غير من شغلة ثانية مهمة هي الألياف. دونك فينا نعمل خليط بين معكرونة بيضاء وسمرة. هلا معكرونة السمرة بتاخذ وقت أكثر شوي، عشان هيك ما رح نستعملها اليوم. أوكي. بس فيهم يطبخوها لوحدها، يسلقوها لوحدها بطنجرة، والبيضة لوحدها ويمزجوهم. كثير منيح. كثير منيحة هيدي. فإذا هلا هون شو بدنا نحط حبيبي؟ هون بدنا نكفي، ما ننطرها شوي تتسخن، بلشت تتفقع، بلشت تكمش بعضها. أوكي صارت شوي منيحة. بدنا نزيد لها دونك، حطينا هون ملعقتين ونص نشا، بدي زيد من الحليب الفاتر. عنا شوي بس حليب الفاتر ما بخليني يدعدلو مثل ما بقوله. فاتر لا، فاتر لا، بس بدي احط منيح. بدي جيبي من هونيك كبشه كبيره. انا دائما بدوب بمي مسقعه. مسقعه؟ ايه ايه كمان مسقعه لانه بخاف الواحد انه يجمعوا. صحيح. نعم. ليكي بلشوا يجمعوا، معك حق. بس بنخلطهم مزبوط. اوكي دابوا مزبوط؟ ايه ومنضلنا نحن وعم اذا ما دابوا مزبوط؟ دابوا مزبوط، شو عملت؟ اوكي يلا تحطتها انا حرك. يلا نفوتهم، لازم تكون عم نحرك تما يجمد شكل. ايه طبعا طبعا طبعا. حنخلي هلا استعمال ثاني بعد شوي، ونزيد المسكه مع السكر والفريكتوز كمان. نعم. وبنخلط معزك. هيدي قشطاليه هلا. صح. نعم. هون ننتبه انه المعكرونه عم ما بدها كثير وقت تخلص بسرعة. بلشت تخلص، نتركها بعد بدها شوي ما هي؟ بدها بعد دقيقتين. عنك. اوكي هون بتبلش تكمش، ما هيك؟ لازم تبلش تكمش تفقع شوي. مزبوط. مجبورين نضلنا عليها كرمال لما ايه ايه اذا ما حركناها بتلزق. صح. بتشوشر. مثل ما كنا عم نقول كالسيوم. نعم. الحليب في كالسيوم وهو سائل وفي بروتين. نعم. يعني ثلاثة بواحد اذا بدك، مشان أيوة. هيك يعني دائما انا بفضل يعني بالديسير تبعنا يكون في حليب، وبالوقعه اذا كانت الوقعه ما فيها كثير بروتين، بما انه نحن عندنا اليوم شريمس قريدس دونك ما بكفوا كثير كبروتين، بنزيد لها حليب وبنزيد لها جبنه. أه. كرمال البروتين. البروتين شو اهميتها؟ بلشت تخلص هي. بروتيين اهميتها للعضل، تنحافظ على العضل، خاصة وقت تكون لنا كل النهار بلا أكل. الجسم بتعرفي يعني بيطلب يعني يعطيهم العافية الصايمين بهالفترة، يعني إنه عم يقعدوا كل النهار بلا أكل وبلا مزبوط. بلا شرب، عشان هيك السحور والفطور اثنيناتهم كثير 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 مهمين. كثير. نعم. يلا بعتقد بنوقف نخفف. في هونيك شي يليق؟ في عملنا وحده هلا مستعمله، وهيدي
بعد شوي رح خليك تخفقيها يعني. شوي اوكي وانا اشيل انه وقف على الباستا ما بدها شوي هلا حزيد رشة ملح على الباستا حاطين بالمي ملح حطينا؟ نعم هي لانه هيدي الاكله بتحمل شوي ملح هلا بترجع بتشوفي اذا بدها اوكي خلصت المهلبيه خلصت القشطه بطفي بنطفي عنا يلا طفينا ننطرها شوي صغيره كنت بهالوقت شلنا هول بهالوقت بتشيل ال بتشيل المعكرونه المعكرونه تطفي لك النار تستحمي هون اوكي طفينا النار عزيم ناخذ المعكرونه ونفضيها اوكي خليهم شوي هلا بعد شوي نغسلهم مي شرب نعم هون كمان خلصنا منهم رح نسكبهم دغري هلا بالاول بدك تسكبي هوا حبيبي مش تنحطهم بالبراد رح نسكبهم دغري لكن حطينا الفواكه نسكب فوقها اشطر نكتر نحن عاملين شوي سبيسيال أشتالية لأنه عوجها فيه جيلو أوكي هالقد زيادة هي وحدة وهاتي وهيدي أوكي ها 16 هلا بدك تحطيهم مجبورة تحطيهم هلا بالبراد هلا بركي بنتركهم دقيقة حرام بعدهم كثير سخنين بننطرهم نتفة صغيرة ودغري بنفوتهم على البراد ليه؟ لأنه بدنا تنشف الطبقة نعم تنشف طبقة تنزيد الجيلو ساعتها بتحط الجيلو بس يسقعوا بالأخير خليه عندك هلا خلصنا بدك أول شقفة بدك برد المعكرونة بدي برد المعكرونة وغسلها بهالوقت هيدا خذي لنا بريك يلا بريك هلا بنرجع لكم خليكم معنا نحن رجعنا من بعد البريك فانيسا هلا اني عملت الدسير الاشطليه وتركناها تتبرد هلا شو بدك تعملي لنا هلا بدنا نبلش بالطبق الاساسي يلا. يعني هو شريمبس مع باستا بالفرن يلا. رح نحط الجون لانه صار في شويه سكب وهيك نجوي ايدينا اوكي طيب لكن نحن حضرنا المعكرونه وسلقناها سلقناها وعندنا الريدس هون اللي بيجي فروزن عملناه دوبناه شوي وبيبقى نعم. مطبوخ نص طبخه مش ضروري نعمل فيه شيء دغري بنحطه بالطنجره بده ينحط دغري بده ينحط دغري المعكرونه صحيح لانه الصوص اللي بدنا نعملها للطبخه هي رح تسخنه اوكي تستسلق وتسوي هلا رح بلش فيه بالصوص بلش بالصوص بالصوص هيدي طنجره اوكي هون. شو بدك تحطي نفس الطريقة مثل ال